فعته. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الأستوديو سيد جعفر بدوان، وهو رئيس التنفيذي لـ RJ Consultant Company. مرحبا بك سيد جعفر، صباح الخير. صباح النور. أهلين. بداية سيد جعفر، إذا ما تحدثنا عن البيانات الصينية الحديثة أو الأخيرة التي ظهرت اليوم بالنسبة للمؤشر HSBC لمدراء المشتريات في الصين، والذي أظهر قراءة سلبية هي الأدنى منذ العام أو منذ العام 2009، وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل. كذلك البيانات الرسمية التي ظهرت يوم السبت الماضي أظهرت قراءة سلبية أو دون 50 نقطة لأول مرة منذ العام 2011، نوفمبر من العام 2011. فكيف يمكن قراءة هذه البيانات وواقع الاقتصاد الصيني؟ هل بالفعل الاقتصاد الصيني يعاني بالفعل الأزمة العالمية؟ ما في شك طبعا. الدليل على هذا الشيء الرقم اللي تفضلت في حضرتك، وخاصة بالنسبة ل الصناعات اللي متعلقة بشكل كبير بالصادرات الصينية إلى دول أوروبا وغيرها. طبعا تراجع في المؤشر واضح أنه معدل التصدير بشكل عام أو معدل الإنتاج الصناعي بشكل خاص سيتراجع خلال الفترة القادمة، طبعا مع زيادة في المشاكل اللي موجودة في الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي تحديدا. وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي عموما في الصين ستشهد مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة. النقطة الأخرى أنه هناك في نوع من اللعبة السياسية في داخل الصين بين الأقطاب اللي موجودة في داخل الحزب الشيوعي الصيني. على الأغلب هذا الصراع الخفي اللي غير معلن بشكل أو بآخر رح يأثر على حجم الحوافز الاقتصادية لتنمية الاقتصاد على صعيد الاستهلاك. أنت بتعرف في الفترة الماضية الصين حاولت بشكل أو بآخر أنه تعوض عن النقص في عملية الصادرات من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، تنمية من خلال الاستهلاك. زيادة أو تسهيل عملية الائتمان بالضبط، أو زيادة عملية الائتمان أو أنه تشجيع الاستهلاك بشكل أو بآخر إلى آخره. يبدو أنه السياسة هذه بشكل أو بآخر كانت محدودة، ويبدو أيضا أن هناك في داخل الحزب الشيوعي الصيني بعض الأصوات التي تنادي بعدم اتباع هذه السياسة خلال الفترة القادمة. السبب ما لكن ما هو البديل؟ بالضبط. السبب الآخر بجاوب على هذا السؤال. السبب الآخر، الصين بدأت تتأثر مش بس تجارتها الخارجية أو صادراتها، حتى استثماراتها. يعني أنا اليوم عندي كمية استثمارات موجودة في أوروبا وفي أمريكا، القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات انخفض بشكل كبير، وطبعا هذا بينعكس بشكل أو بآخر على معدلات النمو الاقتصادي بالنهاية. يعني أنت اليوم كدولة معدلات النمو الاقتصادي مصادرها عديدة، الاستهلاك، الاستثمار، حتى العوائد الخارجية إلى آخره. مع توقعات بمزيد من المشاكل في داخل أوروبا، يتوقع أن يسوء حجم يعني قيمة الاستثمارات الخارجية الصينية في تلك الدول أو غيرها. حتى الصين الآن مشكلتها أنه عمليا المحافظات لتنمية الاستهلاك خلال المرحلة القادمة لابد أنها قائمة، ولكن لن تأتي بشكل سريع بشكل يعوض عن المشاكل اللي عم تحصل في الدول الثانية أو التدهور السريع اللي عم بيحصل في الصادرات. كما قلت لك، هناك نوع من اللعبة السياسية في داخل الحزب الشيوعي الصيني. أنا لست مطلعا على تفاصيلها، ولكن أستطيع أن يعني أن أقول لك أنه هذا ما يدور الحديث عنه الآن في الكواليس الصينية نفسها. يعني الجميع تحدث عن هذا الشيء، ولكن ليس هناك تفاصيل محددة بهذا. أعتقد خلال الفترة القادمة سنستطيع أن نتعرف أكثر على هناك اتهامات طبعا للأشخاص الموجودين في القيادة الحالية أنهم لم يقوموا بواجباتهم نحو حماية استثمارات الصين الخارجية، وأنه اندفعوا باتجاه وضع الصين واستثماراتها وأموالها في مواقع خطيرة جدا بالنسبة لعلاقات حتى علاقاتها الدولية مع الدول التالية. في عدة، لكن هل يتعلق الأمر بالولايات المتحدة أم بالاستثمارات استثمارات الصينية في أوروبا؟ استثمارات صينية والولايات المتحدة. العملية الآن ما تنسى أنه العملية معقدة جدا. أول حاجة عندك طموحات الصين على المستوى الدولي، هذه
وشاهدنا هذا الشيء من خلال تحكمها بمعدلات صرف اليوان مقابل الدولار. يعني في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها يطالبوا أنه ارتفاع في قيمة اليوان حتى يشجع الصادرات الأوروبية والأمريكية للصين، الصين كانت على العكس تماما تخفض وليس بالمستوى المطلوب أو تؤجل التخفيض إلى فترات قادمة. الموضوع الآخر يتعلق بعملية طموحات الصين على مستوى السياسة الخارجية، على مستوى الساحة الدولية. الصين الآن تعتقد نفسها أنه بعد كذا سنة من الآن سيصبح اقتصاد أكبر من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تريد أن تثبت هذا الأمر حتى 2030. حتى تريد أن تثبت هذا الأمر حتى على مستوى السياسة، على مستوى الساحة الدولية بالعلاقات السياسية. ربما المواقف الصينية فيما يتعلق بالملف السوري مثلا مثلا على سبيل المثال هذا واحد مع روسيا، وبالتالي الأمور جدا أصبحت معقدة. يعني لم يعد هناك، يعني اليوم لما بنظر للاقتصاد بشكل عام الصيني أو الأمريكي أو الأوروبي، لم يعد الاقتصاد أو القرارات الاقتصادية اللي بيأخذها المجلس الفدرالي او مثلا الاي سي بي او انه بمعزل عن القراءات السياسيه الاخرى والعلاقات السياسيه الاخرى مع الدول الثانيه. نعم سيد جعفر، سنعود للحديث اكثر حول هذا الموضوع لكن بعد ان نتوقف في فاصل قصير. كونوا معنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل ومتابعه افتتاحات الاسواق.